ومعنا عبر الهاتف استاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. برحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك في العمل والساده المشاهدين. يعني حقيقه نتحدث عن التوقيت المهم لاختيار الحكومه الجديده وايضا مشاركه الحوار الوطني واهميه اجتماع الحوار الوطني في هذا التوقيت. اعتقد ان اختيار الحكومه الجديده جاء متواكبا مع المرحله التي نعيشها الان وتعيشها المنطقه. نحن الان في اطار مرحله جني الثمار. والحكومة الجديدة قد أخذت وقتا يعني مناسبا، بالإضافة إلى اجتماعات وصلت لحوالي 70 اجتماع، اختارت أدق وأفضل العناصر التي إن شاء الله نتعشم أن تصدر القرارات الصائبة، بالإضافة لأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووضع قبلة الحياة أو أعطى قبلة الحياة للحياة السياسية بالحوار الوطني اللي هو مخزن للأفكار الدائمة المتدفقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولذلك القرار الإبداعي الذي صدر بضرورة أن يجلس الوزراء في الحكومة الجديدة وينضموا إلى الحوار الوطني في حد ذاته أشبه بجناحين لانطلاق الحكومة للأمام. يعني كيف تساعد هذه الخطوة على تنفيذ ما يطلب من الحكومة وأولوياتها في الفترة المقبلة، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تتحدث عنها؟ كما قلت لحضرتك أن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية، والحوار الوطني يتمثل هو البنك المتدفق للأفكار الذي يمد الدولة كلها بالأفكار والمقترحات. وفخامة الرئيس تعهد أنه إذا كان في مخرجات تصلح كتشريع سوف يتم عمل التشريع، إذا كانت تصلح كقرار سوف يصدر بها قرار. وهذه الأفكار المستمرة أصبحت الآن بعد قرار اجتماع الوزراء مع الحوار الوطني في المحور الاقتصادي القادم ان شاء الله للمناقشة، اعتقد انه سوف يكون باكورة الابداع والتطور والانطلاق للامام. المواطن بيحتاج جني ثمار. الحكومة الحالية ستجد مخزن للافكار ومخزن للابداع، لأن الحوار الوطني ضم القوى السياسية، أحزاب وجمعيات ونقابات وسياسيين وتنسيقات شباب الأحزاب، وكل هؤلاء سوف يكونون مصدرا للأفكار والخبرات المتراكمة التي تعطي دفعة قوية لتلك الحكومة التي نتوسم فيها كل الخير. وأعتقد أن لابد أيضا من وجود المحافظين في الحوار الوطني، علشان المحافظين جزء من السلطة التنفيذية وهم يمكن الفاعل الأكبر اللي بيشعر المواطن مباشرة في أي مكان في 27 محافظة بالحكومة. الناس مثلا في الوادي الجديد بتشوف أعمال المحافظ الممثلة لقرارات الحكومة، فهي ترى المحافظ ولكنها لا ترى الحكومة. لذلك وجود المحافظين معانا في الحوار الوطني وملء المحافظين للفراغ في الشارع بالتعاون مع الأحزاب أيضا، أعتقد أنه قادر على ضبط الأسعار اللي هي بيقل منها المواطن. نعم، هنا دعني أسألك أستاذ خالد، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة الجديدة بأن تضع المواطن هو أولا في ما هو قادم، يعني انعكاسا لما تحدثت عنه الآن من سياسة ضبط الأسعار والاهتمام بهذا في الفترة المقبلة، هذا هو ما يشغل بال المواطن البسيط في هذه الفترة تحديدا وبعد هذه الظروف. إذن كيف تثمن هذه الخطوة أو هذا التكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة؟ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضرب المثل دائما
بالاختيارات الصائبة والقرارات الصائبة والتوقيت السليم. نحن الآن في حاجة إلى هذه القرارات اللي تمثلت في دعوته لهم للسادة المحافظين إلى أن هم يقوموا برفع العبء على المواطنين. رفع العبء على المواطنين يكون بالتواجد وإيجاد وسائل إبداعية. الأسواق اللي موجودة دي تحت سيطرة مين؟ تحت سيطرة الأحياء. الأحياء تابعة لمين؟ تابعة للمحافظين. المحافظين كلهم تابعين لمين؟ لوزارة التنمية المحلية. نحن نستطيع إذا ما وضعنا الخطة السديدة لأجل أن نحدث نوع من التناغم ما بين شغل التنمية المحلية وما بين المحافظين والأحياء، نستطيع من خلالهم إن احنا نحل مشاكل المواطن المتمثلة في نمرة واحد ارتفاع الأسعار، مشاكل السيرفيس اللي هي النقل الداخلي، وبعد كده بقى نبتدي بقى نشوف حل لتخفيض الأحمال بتاعة محطات الكهرباء وغيره، اللي إن شاء الله الحكومة وعدت إنها هتنتهي تماما في الأسبوع الثالث من شهر يوليو. قادم أفضل، حكومة محتاجة بس وقت تشتغل، وإحنا سنمدها بإذن الله بالأفكار الجديدة. وأعتقد الحوار الوطني هيكون مخزن للطاقة والقوة والانطلاق للأمان. بالفعل، وتكاتفا في هذا الموضوع كان أيضا وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، وخاصة ملف الصحة والتعليم. كيف ترى ذلك؟ أرى أن التعليم وبناء الإنسان هامان جدا، وأعتقد أن عودة المدرسة ودور المدرسة بدلا من السناتر، لأن طبعا السناتر مش بديل على المدرسة. المدرسة بتغرس الوطنية، بنحيي العلم في البداية، بنعرف قيمة النظام، بيعرف الطالب كيف يعمل بشكل جماعي، كيف يحترم الأستاذ، كيف يحترم زملائه، أشياء كثيرة جدا. المدرسة بصراحة أصبحت بعيدة شوية نتيجة الدروس الخصوصية. دعوة بدعوها للسيد وزير التربية والتعليم انه يستعيد دور المدرسة، وان المعلم يبقى نمرة واحد في الوطن. المعلم ده اللي بيطلع الدكتور والضابط والقاضي والمهندس والمحاسب كله والمحامي كله. انا اعتقد ان وزارة التربية والتعليم اللي النهاردة بتصدر قرارات طبعا عظيمة جدا حاليا في ظل بعض المشاكل الخاصة بطلبة الثانوية العامة، في بعض الظروف بتصدر قرارات جيدة جدا، لقت ترحاب لدى أولياء الأمور فيما يخص بعض المواد اللي حصل نوع من الأخطاء فيها أو غيره أو صعوبة معينة. أعتقد أن وزارة التربية والتعليم مطالبة أيضا أن تقوم بإعادة دور المدرسة عشان نزرع الوطنية، وهو ده بناء الإنسان من البداية، بناء الإنسان بالتعليم. صحيح الموضوع هياخد وقت أن تضيء شمعة، خير من أن تلعن الظلام. نحن لابد أن نبدأ الآن بدلا من أن نؤخر ونؤجل ونسوف الطلبة في الابتدائي والإعدادي والثانوي. لازم يرجعوا للمدرسة عشان ده اللي حيوصل. طيب، هنا أستاذ خالد، في هذه النقطة يعني أولويات الحكومة متعددة في مجالات عديدة، يعني سياسيا واقتصاديا وسياسة ضبط الأسعار كما تحدثت، وملف الصحة والتعليم من ناحية أخرى، وثقافيا حتى هناك اهتمام ببناء المواطن مرة أخرى، وعلى ناحية الخارجية أيضا هناك العديد من الأولويات ومشروعات تنموية في واستثمارات في كل مكان. إذن هناك أولويات عديدة في ظل ظروف صعبة راهنة تحيط بنا من كل مكان. ما هو الواجب على المواطن المصري حتى يقف مع الحكومة الجديدة لتنفيذ هذه الأولويات؟ المواطن المصري له كل الحقوق وله كل الاحترام، ومن أجل المواطن كانت الحكومات وكانت البرلمانات وكانت الدولة. ولذلك المواطن لابد أن يتكاتف مع الحكومة أولا بأن ينتظر قليلا حتى يعطي فرصة للحكومة
أن تعمل، ومن حق المواطن أيضا أن يقترح، ومن حق المواطن أن يطالب، وهذا في حد ذاته ليس عيبا، ومن حق المواطن دستوريا أن يخاطب السلطات العامة بمطالبه. لا مانع من أن ينضوي تحت لواء أحد الأحزاب السياسية أو إحدى الجمعيات الأهلية ويعمل عملا جماعيا يستطيع أن يدفع به الأمور للأمام، ويستطيع أن يخدم وطنه. يستطيع المواطن على حسب قدراته وعلى حسب إمكانياته، فإن كان بلا إمكانيات أو ليس لديه الصحة الكافية فلا مانع إطلاقا من أن يتقدم بطلب للحصول على تكافل وكرامة، وهو مظلة أظلت ملايين المواطنين ولا زالت تظلهم. يستطيع المواطن في مصر في أي لحظة من اللحظات إذا ما استطاع، إذا ما حصل له أي أزمة صحية، أن يدخل أي مستشفى ويستصدر قرار علاج على نفقة الدولة. المواطن لديه كل الحقوق، والمواطن الذي بلغ مثلا 60 سنة بياخد نصف تذكرة في المواصلات. يستطيع المواطن الذي يعاني من مشاكل أو تابع لذوي الاحتياجات الخاصة أن ياخد كارت خدمات متكاملة. الدولة لم تتخلى عن المواطن. الدولة سمحت بخدمة تتناسب مع كل مواطن. المواطن الصحيح البنية القادر على العمل غيره يتفضل ينزل يشتغل علشان يقدر يكون مفيد لبلده. وعندنا أعمال كثيرة قطاع خاص موجودة بشكل كامل. هذا في حد ذاته يؤكد أن الدولة لم تتخلى على المواطن بكل حال من الأحوال. نريد أن ننظر إلى نصف الكوب المملوء ونرى الضيوف الذين جاءوا إلينا وهم بلا وطن وبلا شيء، وأصبحوا الآن رقبا في الاقتصاد المصري. ومش عايز أقول يعني في ضيوف قلنا كانوا يعني معلش يمسحوا العربيات في الشارع. نعم بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.